السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نايف القحطاني. كلنا نتفق أن التكنولوجيا في الخمس سنوات الماضية أفضل بكثير من التكنولوجيا قبل 50 سنة، لكن أغلبنا ما يعرف كيف راح تكون التكنولوجيا في الخمس أو العشر سنوات القادمة. فيه عالم في علوم الحاسب اسمه جوردن مور. جوردن مور لاحظ في عام 1965 أن عدد الترانزستورز اللي موجودة في الأجهزة كانت تتضاعف كل عامين. الملاحظة هذه صار اسمها مورز لو أو قانون مور. قانون مور كان فقط ملاحظة، ومن هذه الملاحظة أطلق توقف، يعني قانون مور ما كان مبني على أي شيء علمي. الغريب هنا أن توقع مور كان دقيق جدا، وفعلا من عام 1965 إلى اليوم عدد الترانزستورز الموجودة في الأجهزة كانت تتضاعف كل عامين. وبعد اكتشاف هذا القانون، جوردن مور أسس شركة لتصنيع المعالجات، وسمى الشركة هذه شركة انتل. لكن للأسف قانون مور ما راح يستمر إلى الأبد، وفعلا من عام 2010 إلى اليوم أعداد الترانزستورز الموجودة في الأجهزة صارت تتضاعف كل عامين ونصف بدل من كل عامين. بس لا تشيل هم، لأن مو معناته أن النمو توقف، وممكن مع تطور النانو تكنولوجيا راح نلاقي طريقة أفضل في تصنيع ترانزستورات أصغر، أو ممكن نكتشف طريقة بحيث أن الكمبيوتر يتعامل مع الترانزستور الواحد وكأنه ترانزستورين بدون أي تأثير على الأداء. لكن أصلاً في النهاية تطور التكنولوجيا مو بمحصور فقط على أعداد الترانزستورز اللي موجودة في قطعة من السيليكون. طب خلونا نتكلم عن كيف ممكن نحول الأشياء إلى أشياء ذكية. الجوالات قبل 15 سنة كانت مجرد قطعة حديد تقدر تتواصل مع أشخاص فيها، لكن الآن الجوالات تقدر تخليك تستغني عن أكثر الأعمال اللي تقدر تسويها على الكمبيوتر. وساعات اليد الآن تقدر تقيس مستوى النوم ونبضات القلب ومعدل التنفس. وقريبا النظارات الذكية راح تفتح إمكانيات أخرى، وهذا يعني نحن ماشيين في ترند تحويل جميع الأشياء إلى أشياء ذكية، وهذا هو بالضبط إنترنت الأشياء أو Internet of Things. فكرة إنترنت الأشياء هو جعل جميع الأشياء تتواصل مع بعض بذكاء عن طريق الإنترنت بدون تدخل بشري أو تدخل بشري بسيط. فمثلا أنت نايم على سريرك في البيت، والساعة اللي على يدك لاحظت أن نبضات قلبك عالية وأنك قاعد تتحرك كثير في الفراش. بعد كذا الساعة فتحت الإنترنت وراح تبحث عن أعراض كثرة التحرك في النوم. خلونا نفترض أن واحدة من هذه الأعراض هو ارتفاع درجة حرارة الغرفة. بعد كذا الساعة راح ترسل إشارة للمكيف عشان تخفض درجة حرارة الغرفة. كل هذا وأنت نايم ولا تدري عن شيء. طب خلونا نشوف سيناريو آخر. أنت الحين راجع لبيتك من الدوام، وجوالك في جيبك تتبع موقعك وعرف أنك راجع للبيت، وساعتك بعدين لاحظت أنك تعبان ومصدع، وشافت في النت درجة الحرارة الخارجية 45 درجة مئوية. وبناء على هذه المعلومات كلها الجوال راح يرسل إشارة للبيت بحيث أنها تخفض درجة حرارة الغرفة وتخفض الإضاءات عشان تقدر تدخل البيت وأنت مرتاح. كل هذا بدون أي تدخل منك أنت، يعني حرفيا تعيش ملك. أنا اشتغلت قبل على مشروع إنترنت الأشياء. المشروع كان فكرته بسيطة، تتحكم بإضاءة من أي مكان في العالم. المشروع هذا جذب اهتمام أكثر من 65,000 شخص، وبناء على عدد الأشخاص اللي يهتموا بهذا الموضوع نقدر نقول أن الإقبال على إنترنت الأشياء عالي. لكن مع كل الأشياء الإيجابية هذه يظهر سؤال، هل فيه أضرار لنا حن كبشر من تحويل جميع الأشياء إلى أشياء ذكية؟ تحويل جميع الأشياء إلى أشياء ذكية لها جوانب سلبية. واحدة من هذه الجوانب هو زيادة نسبة الاختراق والوصول لمعلوماتك الشخصية، وهذا لأن كل الأشياء متصلة بالإنترنت. غير كذا ممكن نفتقد مسؤوليات كبيرة علينا بسبب اعتمادنا الكبير على الأجهزة. لكن أكبر خطر برأيي هو خطر فقدان لذة العمل والنجاح، لأنك إذا نزعت التعب من العمل فأنت تنزع جزء كبير من النجاح، وهذا الشيء ممكن يخلي كثير من الأشخاص يفقدون الهمة والمثابرة على العمل. هل أنت مع أو ضد فكرة تحويل جميع الأشياء إلى أشياء ذكية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات تحت أو على حسابنا في تويتر. أتمنى لكم تعلمتوا شيء جديد اليوم. كان معكم نايف القحطاني، وإلى اللقاء في مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.